اليوم ترفعت شعارات تسب في شكري بالعيد، واضح تسب في شارع في بورقيبة في الوقفة هذه. وين سمعت؟ مش واحد قال لي، انا سمعت بوذن، واضح ولا؟ الناس اللي اذا كان هذوما معناها عباد بتاع الدوبل ديسكور، لانه نحكي على نظره ونحكي على حزب حاكم في البلاد اليوم ورافض انه يتخلى على السلطه، معناها مهما كان الثمن، مانيش نحكي على جاري راهو مش حاضر. اليوم شتم يسبوا في شكري بالعيد، الشهيد العظيم القائد الرمز شكري بالعيد اللي هو اكبر منهم جميعا، هم والاخوان المسلمين من اللي تخلقوا لتو، معناها ما قدموش ربع شهيد كما شكري بالعيد. اليوم يسبوا فيه في 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 شارع الحبيب بورقيبة، هذا نحكيه راهو مسائل مؤلمة. معناها هذه العباد اللي خارجة واللي هبطوا في الفيديوهات ويقولوا راهو نحنا ما احناش مستفيدين ونحنا رانا ضد التحريض وراهو دخلوا في الفتنة ويضربوا في العلمانيين بالمدارس، المدرسة العلمانية كي طالبين، المدرسة العلمانية بالمدرسة الإسلامية، ويحبوا يشبكوا بين التوانسة. برو شوفوهم في صفحاتهم وشوفوا مسؤوليهم، نائب في المجلس التأسيسي فهمني ولا يقلل من شأن استشهاد الرفيق شكري بالعيد، نائب في المجلس التأسيسي على حركة النهضة، مش واحد معناها من 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 الدرنيرون. دونك العباد هذه إذا كان أراو خلينا نتفاهموا في حاجة، سامحني حمزة، شوف خلينا نتفاهموا في حاجة، نحن اليوم منضبطين وملتزمين وما احناش مسلمين في دم رفيق، واضح؟ أما ملتزمين ومنضبطين ونعتقدوا أنه مازال ثم أمل فيما تبقى من الدولة، وما زال ثم أمل في أن ما ندخلوش لا في ردود أفعال ولا ما نجاوبوش، رغم من تأكدنا من أن العملية هذه مخطط لها ونعرفوا حتى الأشخاص اللي بريزومي، معناها الناس اللي خطط ودعات توا وقت اللي يتنحى على العريض وزير الداخلية تنكشف الحقائق. نحن ما زال عندنا أمل فيما تبقى من الدولة، وما نحبوش ندخلوا في ردود أفعال. راهو القتل وبعد ذلك تجي والتفاخر بالقتل والاعتداء على ذكرى سيد الرفيق سيد الشهداء في تونس شكري بالعيد من طرف ناس مقربين من حركة النهضة ومقربين من الحكومة، راهو يؤدي إلى استفزاز الناس ويؤدي إلى تشعيل البلاد ويؤدي أن الناس راهي تخرج على طورها. واضح سيدي. وخلنا نتفقوا آخر كلمة، بالله سامحني يا حمزة، آخر كلمة. شوف هذوما عندنا معاهم تاريخ، وسمير بالطيب يعرف، عندنا وزياد يعرف، عندنا تاريخ. نحن رانا عمرنا ما نبداو بالعنف، اما راهو اذا كان تقف الزنقه بالهرب والتدمد العباد هذيه، رانا قادرين ندافعوا على ارواحنا بكل الطرق وبكل الوسائل.